هنبدأ أخبارنا من عند النادي الأهلي، والنهاردة النادي الأهلي بينظم بملعب مختار التتش بالجزيرة حفل ضخم للاحتفال بالإنجازات اللي حققها الفرق الرياضية المختلفة داخل النادي، وطبعا ده الإنجازات اللي حققوها الموسم ده، حيث أن الاحتفالية هتضم كل الفرق واللاعبين والأجهزة الفنية اللي ساهمت في تحقيق إنجازات وبطولات للنادي خلال الموسم الماضي، وده أكيد من أجل تكريمهم والاحتفال بيهم. طبعا كل ده علشان يكرموهم ويحتفلوا بيهم على كل ما بذلوه طول الموسم الرياضي، سواء بفريق كرة القدم وفرق الألعاب الأخرى، سواء ألعاب الصالات طبعا السلة والطايرة واليد وتنس الطاولة، وكمان أبطال الألعاب الأخرى. بيصل مارسيل كولر لمصر اليوم بعد انتهاء فترة الأجازة اللي حصل عليها قادما من سويسرا حتى يقود استعدادات الأهلي للموسم الجديد. بينتظر الأهلي أيضا وصول كولر من أجل الإعلان رسميا على تمديد تعاقده مع الفريق بعد كده ما دخل الطرفان في مفاوضات وانتهت بالاتفاق على تمديد العقد وكمان تنفيذ كل مطالب المدير الفني. الإدارة كمان قامت بالاتفاق مع كارلوس برينجر على الانضمام لجهاز كولر بناء على الترشيحات السويسري، حيث أنه هو عمل مساعد ليه في بازل السويسري خلال الفترة من 2018 لحد 2020 كان هو المساعد لكولر. عايزه اقول لكم بقى ان مصدر داخل الاهلي نفى دخول النادي في مفاوضات مع المالي موسى لتدعيم هجوم الفريق خلال الماركاتو الصيفي بعد رحيل اللاعب عن الهلال السعودي. قال كمان المصدر الى ان المهاجم ليس ضمن حسابات الاهلي لتدعيم خط الهجوم ولم يتم طرح اسم اللاعب من الاساس، وكل اللي بيتردد سواء على الصحف او وسائل التواصل الاجتماعي غير صحيح. أكد كمان المصدر إلى أن ملف المهاجم الأجنبي أولوية حاليا في الأهلي بيتم العمل عليه لإنهاء التعاقد مع لاعب سوبر، ولكن كل الأسماء والترشيحات ليس من بينهم اسم اللاعب موسى. بيستعد كمان مسؤولو النادي الأهلي خلال الساعات القادمة للإعلان عن فسخ عقد والتر مهاجم الفريق بالتراضي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، ومنحه كمان حرية الاختيار في تحديد وجهته القادمة بمفرده. واتفق كمان الأهلي مع اللاعب على فسخ عقده بالتراضي مع منحه كمان جزء من مستحقاته المالية. طبعا كل ده في ظل تبقي موسمين في عقد لاعب الكونغولي مع القلعة الحمراء مقابل كمان الموافقة على فسخ عقده بالتراضي. كان كمان اللاعب بيتمسك بفكرة الحصول على قيمة عقده كاملة واللي طبعا بتقترب من مليون دولار، طبعا ده العقد الكامل عن المدة المتبقية في عقده مع النادي الأهلي.